إن الأولاد يجب المحافظة عليهم من التسيب من بنين وبنات، تسيب في الشوارع، الذهاب إلى الاستراحات، إلى الحفلات، إلى حافظوا على أولادكم، لأن هذه الأمور يختلط فيها كل شرير وكل داعية إلى فتنة، فيها من يروجون المخدرات، فيها من يروجون الأفكار الخبيثة، فيها من يفسدون الأخلاق ويقتنصون البنين والبنات. فاتقوا الله عباد الله، إنكم الآن كراعي الغنم في أرض سباع، إن لم تحافظوا عليهم أكلت، فحافظوا على أولادكم. ومن رعى غنماً في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. اتقوا الله عباد الله واهتموا بأولادكم. اليوم تغير عن الأمس، والحاضر تغير عن الماضي، فاشتد الحذر، فاحذروا على أولادكم، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تهملوا ولا تنشغلوا بدنياكم، لا تنشغلوا بدنياكم عن أولادكم، لا تنشغلوا عنهم وتهملوهم وتكلوهم إلى أنفسهم أو إلى أمهاتهم. أنتم المسؤولون عنهم أمام الله، وأنتم الخاسرون إذا فسدوا وضاعوا. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، واتقوا الله في أولادكم، واتقوا الله في بيوتكم، واتقوا الله في نسائكم، فإنكم مسؤولون عن كل ذلك، والمسؤولية عظيمة، والله سبحانه وتعالى عليكم رقيب.